اللقاء من اول ما الحكم صفر لنهايه اللقاء، وكان اللعيبه عندنا لها افضليه. الالتحامات كنا موجودين فيها، الكره الثانيه كنا بناخدها، اشتغلنا كويس، جبنا جون والثاني وما رجعناش، بل بالعكس وقدرت ضربه جزاء برضه. ضربه جزاء انا بقول ان احنا ما رجعناش لورا خالص. يمكن عايز اقول ان الشوط الاولاني محمد بسام لم يختبر تماما، الشوط الثاني حاجات بسيطه يمكن اشبه فرص. فالحمد لله والشكر لله على الاداء النهارده، وبتمنى من الفريق انه دايما يقدم المردود ده. الحمد لله على المكسب، مكسب مهم طبعا في ظروف صعبه، وهارد لك لفريق جونه، فريق محترم. يعني والله هو مش تعلق، احنا كلنا يعني بنساعد بعض، بنحاول نساعد بعض، الواحد مركز في هدف قدامه ان شاء الله بيسعى لتحقيقه، واحنا شغالين. وكنا عارفين ان الماتش بتاع النهارده ده ماتش مهم جدا، لان جاي بعد خساره الماتش المصري، وظروفنا يعني عملنا دور اول ما كانش على قد المستوى، قلنا نقفل الصفحه اللي فاتت دي كلها بحلوها ومرها، كان يعني ده بدايه الدوري النهارده، كان بالنسبه لنا دي بدايه الدوري النهارده. منافسه قويه طبعا، وانا مش يعني مش هحس ان انا في مكان كويس غير الدوري ينتهي باذن الله، وانا هداف الدوري ان شاء الله. لان ناوي انت ناوي السنه دي؟ اه ان شاء الله باذن الله يعني ربنا كرمنا ونشتغل زي ما احنا شغالين كده. وانا مش هداف الدوري لوحدي، انا يعني بشكر كل اللعيبه، كلنا بنساعد بعض. احمد سمير بكل شفافيه وبكل صراحه، وزي ما اتعودنا منك، احمد سمير وقع النادي الاهلي وخلاص في النادي الاهلي، ولا لسه الامور في تفاوض؟ لا ما وقعتش والله، لا والله انا بس ما ينفعش، انا في نادي الجيش، نادي يعني انا بحترم النادي، ودي يعني لو في حاجه هتكون من خلال النادي، فاهمني؟ اكيد طبعا، بس احنا برضه مش عايزين الاجابه الدبلوماسيه. احمد سمير رايح فين؟ انت قلت لي بكل شفافيه، ادي الشفافيه ماشي. يعني انا لسه والله انا لسه مش عارف رايح فين. هنركب الطياره دلوقتي ومروحين القاهره. طب انت نفسك تروح فين؟ نفسي اروح البيت عشان العيال وحشوني. احمد سمير سؤال اخير، في النادي الاهلي ام لا؟ ما هو دي ما انا ما اقدرش اقررها. ما هو لو يعني لو النادي الاهلي عايز احمد سمير دي حاجه طبعا تشرفني، وانا قلت قبل كده بقول تاني، معنى ان اسمي يرتبط بالنادي الاهلي او الجماهير تتكلم دي في حد ذاته شرف ليا. لو ربنا قدر ليا وان انا رحت، بتمنى طبعا ان انا اروح النادي الاهلي، ادي اجابه اهي. فبس ده مش هيحصل غير وانا كويس مع فرقتي، وفرقتي تبقى كويسه وفي مكان كويس، وده هيحصل ان شاء الله.